ايه ودي الشهاده الطبيه ديالك في يديك، وريه وريه وريش الوكيل الملك، راه في البلاصه غيتعتقل حبيبه ديالي. أنا في الحبس أختي صوفيا. تعتقل ديجا تعتقل. تعتقل لهم كيف دنيا اختي، وانا كنسمع حتى وهي كتاكل العصا. لقيت اختي فتيحه، واش الخبر صحيح داكشي اللي سمعنا؟ اكيد اوكي، راه انا راه في خباري قلت لك، راه ما نعاودوش باش ما نعاودوش نفس الهضره. راكم عارف المشكل شنو هو، فاتحه ضربها راجلها، ما كاينش داك الشيء ديال الاخبار اللي كيبقى بنادم مقيد جيبها فمه وقول كل واحد اش كيقول. فاتحه كانت غير في اللايف، ما دارت حتى شي حاجه، كيما ديما السيد قال لها تبارك الله جاء عليك الفولار، الاخر لقاها من جناتي والناس كان ديجا مسبب، حيت كيطلب منها شي حوايج اللي بزاف الحوايج، ولا كيطلب بزاف الحوايج ملي كيشوفها الناس كيتعاونوا معاها شويه. راكم عارفين المشكل ديالها في اللايف ديال الدار، طريطات اللي ما تخلصوش، الناس هي كتحاول تجمع ديك الفلوس باش ما يحيدولهاش الدار، هو بغى ياخذ لها ديك جوج فرانكات اللي جمعات، صافي كيقول عطيهم ليا ندير بهم بيعه وشريه، بقى سهرانه حتى الصباح باش تجمع جوج فرانكات باش تخلص الطريطات. نتوما عارفين ملي كانت هي في الحبس، ملي كانت في الحبس ما كانش الطريطات ما كانوش كيتخلصوا، دونك جمعوا عليها. بس دريرتها والمحتوى ديالها تبدل ولات، بالعكس انا ولات كتعجبني. شوفي شي انايا، انا دابا شنو وقع، انا باش نعاود لك صافي اختي. انا السيد جالس مع صحه سلام ما دبس، انا المناقشه ديالي اللي بيني وبينه تنقول ليه خويا الله يرحم لك الوالدين، تنقول ليه راه عييت، راه انا بغيت يتهز عليا شويه المسؤوليه، غير عاوني مثلا في تقديه ديال هكا ديال الخضره، خلص واخا على الماء والضو، تنقول ليه راه هذه هي المناقشه ديالي معاه. صافي السيد بقى ساقل، هو راه كيجمع 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 والله بحال هي راه كتجمع الفلوس زعما، فهاد كل ما شنو كيجيها ومخبي عليها. والله انا جالسه مشيت داك الصباح، مشيت تسخرت انا وولدي، جيت السيد دار كاسكروت، ما علينا حتى شي حاجه، بقى مجبد ليه دابا، حيت قلت ليه شوف هاد السمانه هادي خاصك عتير تنبقى نهضر مع الخياطه لداخل كتعذبني. قلت له انت غادي تبقى قلت لي هاد السيمانه هذيك تيسير دبر على خدمه. قال لي صافي واخا، هو قال واقيلا راه بلاتي ندير معاه مشكل قبل ما تقول لي، قبل ما تلحق السبت والحد. صافي نهار الاثنين، نهار الجمعه درت انا ويا تغدينا ودار كاسكر، خرجت انا ولدي تسخر، جينا درنا كاسكر وترديت العشاء، حطيت الفيديو، قالت لي صافي حلي هذا، حلي اللايف واحد باقي الحال باش نعسو بكري. قلت لها صافي واخا انا غنحل اللايف. صافي جيت حليت اللايف هنايا، اختي قالت لي صافي راه غادي نمشي نعس، حيت جات معايا اختي لهنا. صافي هي هذيك، المهم حليت اللايف بحال هكا جالسه كنهضر، قالت لها حليت اللايف، هو عير حليت اللايف تيشد التليفون تيدير الكيت كيبقى هذا كتب ليك، هذا قلتي لي، هذه قالت لك، هذه علاش قالت لك، هذه هي حالته دائما، وكندبزو على هذا الشيء. اختي يخدم عليك، يخدم عليك ويضرب عليك تماره، هذا الشيء تنقول لك يوميا ويخلص لك طريطاتك، حتى لا بعدا ما خلاكش ديري اللايف ولا لا حول ولا قوه الا بالله. نقول لي شوف الشيء انا ما طالبه منك حتى حاجه، خلص لي غير الطريطه ديال الدار وقابل ولادك، واش الولاد حياتهم راه تنقسم. شوف راه تنقول لكم دابا الواقع، انا ما تلقاوش تخرشيش ولا بحال كاينين شي وحدين، شوفي راه قسما بالله الا ولادو الا ولادو الصنداله ديال الميكا ما عمر شريها ليهم، انا اللي كنشري كلشي لولادي، انا اللي تنطيح ونوض وتنرد وجهي ورايا باش هما ياكلوا، باش هما انا ما تيهمنيش هو غير واش الشعر، انا داكشي راه تنديرو لولادي، تنقول للدراري تنقول كون عشت انا راه ديك الماكله راه غنقطع عليه، ولكن راه الولاد ما عليناش. درت صافي جيت هنا درت اللايف، بقيت كنهضر ويطلع واحد السيد، انا قسما بالله داك الانسان ما تنعرفوش اصلا، ما تنعرفوش، طلع قال لي اختي فتحه كي دايره بخير لاباس هادي، قلت له لاباس الحمد لله. قال لي واش درتي الزيف؟ قلت له راه باقي عندي داكشي مشجل. قلت له كي دايره الزيف واشنو بالك؟ هو يقول لي والله الا جاك زوين ما شاء الله صوي، جيت يجري من لي. قال لي هبطي داك ولد كذا، انا نقول لي علاش مالوش دار؟ قلت له انت مالك كاع سير، واش قال لي جاك الزيف زوين سير انت تجلس، راه داكشي مشجل
جازو سيرقس بحالك انت مالك مال الناس اللي كيهضروا معايا. جات يجري تيخسر في الهضره درت ميوت شو يسمعوش الناس تخسر ديال الهضره درت ميوت. قاس عليا نحلي ليا ميوت حلي ليا ميوت غادي ندير ليه ولد فلان ولد كذا ولد فلان. دلي سير ودي في حالك الله يهديك الله يرحمك الوالدين وسير هنيني عليك سير تجلس. قال لي ما بغيتيش تحلي ميوت صافي انا ما انا على نيتي انا مقدر بحال هكا. قال لي انا مشيتي جبتي ديك العصا مشى قول شتي دابا هو راه مشى قلب على الجنويه غير باش تعرفوا حيت انا جن انا المص من النهار اللي ضربني تنخلي مص واحد عندي في الدار مص واحد عندي ديال الخضره ملي كيترس ليا كنعاود نشري مص اخر صافي هما اللي عندي في الدار المص ما عنديش انا في الدار. وغير هو مشى تيجري الكوزينه مشى تيجري الكوزينه بدا تيقلب تيبحث لقى شكرا شكرا الرباطي كي داير السي مولا لاباس عليك. مشى تيقلب لقى يد ديال المهراج جابه عاوتاني تدار ليه باق. انا داكشي هنا بحال طلقتي الروبيني ديال الما بحال طلقتي الروبيني شديت فمي سنتي دخلات رديتها بلسان بقيت شدها هكا راه يدي من هنا عتير كون حليت الله يجزيك الصحه غادي نشوف يدي اختي مره اخرى ضربك ياك مره اخرى ضربك وسمحتي له كضربه الزنوي الاختي خليو الكاس حاجه بحاجه باش ما شكون اللي كيطلع باش نديرو شي يطلع شي يهبط من الافضل باش ما يهضرش كل شيء. صافي ناس صافي ناس هي اللي كتطلع وتهبط صافي درتي شتي وكملي كتسمعيني ياك. قلت لي دنيا قولي لاختي واش فين ضربك انت ها هو فمي خيطاتكم ما كامل لا شوفي انا نقول لك شوفي انا ما كنبغيش ندخل في الفراق بين اي راجل ومراه ولكن صافي حبيبه لا 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 لا, لا, لا صافي لا صافي لا انا في راسي انا هاد البلاصه لا هو الفراق من الافضل غير انا قلت لها بالنسبه لديك القضيه اختي صوفيا ديال الحبس. لا اختي لا اختي شوفي شوفي الحبيبه ديالي ملي كتوصل هذا الشيء اللي كدير الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا المشكلة شنو السبب فاتحة ممكن تحكي لنا شنو السبب؟ أيوة. يا ربي الله 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 جبتي لي درتي تبرشات عليا. دابا المشكلة الإخوان دابا المشكلة راه ماشي الحبس راه غيدخل دابا تيتحلف فيها قال لي نخرج من هادشي اللي قلت لكم راه يزيد يحقد علاش ما كاينش القانون يزيد يحقد فهمتي القانون المهم شوفي هو كيضرب فيها كيدخل المحامي إلا بغيت نعيط الأستاذ فيصل يجي راه يتعامل معاك ان شاء الله. قال لي نستمر عليك مش خاطرك محامي راه علاش انا دنيا قلت ليها حلي الضاي ما عرفتي باش ما هضرتش معايا انا تعاونوا معاك الناس و سالي تشا دنيا وحق الله العظيم شوفي قسما بالله الى الصباح انا يوم انا مريضه وكلي تنقفقف وفمي ما قداش تنحلو شتي هادو تيتلقاو ليا كيلصقوا ليا ما ترقدش تنحل الغرز تحلي لي وبقيت في السبيطار باش ناخذ الشهاده الطبيه باش نمشي نديها ليهم المحكمة ديتها ليهم هبط عاوتاني خاصني نجلس قسما بالله لك واحد الحاجة حبيبتي فاتحة في الولاية شوفي في ولاية الأمن يلاه دخلوا الدراري دخلوا شوف اختي في ولاية الأمن كاين اختي مكتب خاص بالعنف ضد النساء هذا راه عاد دار هادي شي 3 سنين ولا 4 سنين ما عرفتش اي ولايه الامن شوفي في اي دائره كاين غتمشي كاين واحد البلاصه خاصه بالعنف ضد النساء كاينه عندها الحق عندها شوف اختي غتمشي عندك المكتب هو اللي كيتكلف بك هو اللي تيحميك الباجي بوكس يا الباجي بوكس غتمشي للدائره ديال البوليس اللي انت محسوبه لها وغتسولي على هذا المكتب هذا فتيحة أصلا عرف أنا واحد الكوميسير مرأة كاينة ساكنة في هرهورة تبا نصيفط لك النمرة ديالها قول أنا من طرف نبيل راه عاد تفكرت أنا عاد فكرتني هاد السيدة صوفيا الله يجازيها بخير مرحبا خويا عاد تفكرت راه دابا كوميسير هي عندها خدامة في المكتب ديال العنف ضد المرأة اللي تيدا بزر المرأة مع الرجال ولا تتكون الضرب هي اللي تتكون في حال تتمشي معاها أول حاجة تدار شكاية تما ومن بعد كتطلعي عند وكيل الملك أختي كتطلعي عند وكيل الملك كتشدي داك ديك الشكاية اللي غديريها شوفي في داك المكتب كتهزيها معاك وكتطلعي عند وكيل الملك وكيل الملك أختي غتدخلي عنده بيد